النمسا تحذر من عواقب تصاعد التوترات بين حزب الله واسرائيل. المستشار النمساوي يشيد بشريكه الالماني في الترحيل الى سوريا وافغانستان. استاذ جامعه فيينا يحذر من الاحزاب الاسلاميه المؤدلجه. 6.3 مليون نمساوي يدلون باصواتهم في التاسع والعشرين من سبتمبر. والاقتصاد يسجل انخفاضا في العجز التجاري مع زياده الصادرات. واخيرا انخفاض اسعار الطاقه المنزليه للشهر الثامن على التوالي. مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشره الاخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة. اتفق وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مع رئيس الحكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن تصاعد العنف على الحدود مع إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وأوضح شالنبرغ أنه تحدث مع ميقاتي بشأن الوضع على طول الخط الأزرق. وأكد على ضرورة ضمان سلامة قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل ودعا شالنبرغ إلى حماية المدنيين في قطاع غزة مشددا على أن إسرائيل يجب أن تضمن عدم تعريض أو تعرض المدنيين للأذى وأن بعض ما حدث في غزة لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي أشاد المستشار النمساوي كارل نيهاما بخطط ألمانيا لتجديد عمليات ترحيل الأجانب الذين يدعمون الأعمال الإرهابية مستندة إلى اقتراح نمساوي وأوضح خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن ألمانيا اتخذت هذا المسار مما يجعلها حليفا قويا وطالب نيهاما بضرورة استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان مشددا على أهمية ترحيل من يسيئون استخدام حق الحماية وينتهكون القانون الجنائي، وأكد نهاما على ضرورة حماية المجتمع، مشيرا إلى أن المجلس الأوروبي سيتخذ قرارات حاسمة حول الهجرة وحماية الحدود لتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا. حذر عالم الاسلاميات في جامعه فيينا عدنان اصلان من مخاطر صعود الاحزاب الاسلاميه على الديمقراطيه والقيم الاوروبيه. وشهدت النمسا تاسيس اول حزب اسلامي يسعى لدخول البرلمان تحت اسم الحزب الاسلامي النمساوي حيث يمثل هذا الحدث اتجاها متناميا في اوروبا والذي يكتسب زخما متزايدا. وتشكل الديانة الاسلاميه جوهر برامج هذه الاحزاب مما يثير مخاوف من تقييد الحريات وقمع المراه واشار اصلان الى وجود افراد متطرفين داخل احزاب عريقه في النمسا مضيفا ان هدف الاحزاب الاسلاميه هو اقامه دولتهم ودعا الى مواجهتهم تقرر إجراء الانتخابات الوطنية في النمسا في التاسع والعشرين من سبتمبر حيث وافقت الحكومة بالإجماع على هذا الموعد في اللجنة الرئيسة دون الحاجة إلى حل البرلمان الوطني الذي استنفذ فترته التشريعية الحالية البالغة خمس سنوات وحددت الحكومة التاسع من يوليو كموعد نهائي لتعيين رؤساء لجان الانتخاب وتشكيل الهيئات الانتخابية ووضع قوائم الناخبين وتقديم قوائم المرشحين ويمكن للقوائم غير الممثله في البرلمان الوطني جمع التفيضات اللازمه ابتداء من هذا التاريخ وافاد وزير الداخليه جيهارد كارنر ان 6.6 مليون شخص مؤهلين للتصويت في الانتخابات انخفض العجز التجاري في النمسا بنسبه كبيره بلغت نحو 90% في عام 2023 ليصل الى 2 مليار يورو مقارنه ب 20 مليار يورو في 2022. واظهرت هيئه الاحصاء ان تراجع اسعار واردات الطاقه خاصه الغاز وزياده عوائد الصادرات من الالات والمركبات والمنتجات الكيميائيه اسهم في الانخفاض. وبلغت قيمة الواردات في 2023 حوالي 202 مليار يورو بانخفاض قدره 5.8% عن العام السابق بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3% لتصل إلى 200 مليار يورو وأوضح توبياس توماس مدير الهيئة أن واردات الغاز والنمو القوي للصادرات أدى إلى الانخفاض انخفضت أسعار طاقة المنازل في مايو وذلك للمرة الثامنة على التوالي، حيث تراجع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 1.9% مقارنة بأبريل، وبنسبة 5.9% مقارنة بمايو 2022. وذكرت كارينا كناوس خبيرة أسواق الطاقة أن تطورات الأشهر الأخيرة في أسواق الجملة بدأت تؤثر تدريجيا على الأسعار. وأشارت كناوس إلى أن المستهلكين يمكنهم البحث عن تعريفات طاقة أرخص في السوق، رغم أن الأسعار لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، وانخفضت أسعار الديزل بنسبة 4.3%، والتدفئة بنسبة 3.1%، والبنزين بنسبة 1.1%. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسيه سعيده ونهايه اسبوع سعيده والى اللقاء